السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي بناتي طلبة الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في فيديو النهاردة اللي بنتناول فيه واحد من الباراجرافس المهمة بعنوان A Visit to the Egyptian Museum. لكن فضلا وليس أمرا، لو أول مرة بتشاهدونا ياريت المبادرة بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس على الكل حتى يصلكم منا كل جديد، وياريت يا جماعة تشجعونا بعمل لايك وشير للفيديو حتى تعم الفائدة والدال على الخير كفاعله. ويلا بينا على مادة الفيديو. 3, 2, 1, go. العنوان طبعا بتاعنا يا شباب A Visit to the Egyptian Museum، زيارة للمتحف المصري. طبعا كما هو المعتاد بنحط مقدمة كده بسيطة احنا حافظينها، ما انتش حافظ مقدمة ممكن تحفظ اللي قدامك ديت. Hello everybody, I am very happy to write this paragraph. It's about an important topic. Do you know that topic? يعني يسعدني جدا ان اكتب باراجراف انه عن موضوع مهم. هل تعرفون هذا الموضوع؟ It's about، انه عن، وتروح كاتب العنوان بين اقواس صغيرة. It's about a visit to the Egyptian Museum، انه عن زيارة للمتحف المصري. طبعا اكيد هتتكلم عن المتحف المصري، انت رحت امتى، رحت مع مين، رحت ازاي، شفت ايه هناك، وهكذا. تعالوا بقى نشوفها، نبدأ نكتب نقول ايه. In fact، يعني في الواقع. In fact I went to the Egyptian Museum last week. هنا أنا ذكرت أنا رحت إمتى، يبقى أنا رحت المتحف المصري last week، الأسبوع اللي فات. I went with my friends، أنا ذهبت مع أصحابي. We went there by metro، رحنا بالمترو. We enjoyed seeing the wonderful statues، إحنا استمتعنا برؤية the wonderful statues، يعني التماثيل الرائعة. We mustn't touch any objects inside the museum. طبعا هنا في حاجة مهمة جدا، وانت داخل المتحف وانت جوه المتحف لا يجب انك انت تلمس اي حاجة جوه المتحف عشان ده ممنوع. We mustn't touch، لا يجب ان نلمس any objects، اي حاجة اي اشياء inside the museum، داخل المتحف. We are really proud of our ancient history، احنا فعلا احنا حقا proud of، يعني فخورين ب our ancient history، تاريخنا القديم. We also enjoyed meeting tourists، احنا ايضا استمتعنا بمقابلة السياح. We spoke to the tourists in English، احنا اتكلمنا مع السياح in English، باللغة الانجليزية. We took photos with the tourists، التقطنا صور مع السياح. We spent a very happy time، احنا قضينا وقت جميل جدا، وقت سعيد جدا. We spent a very happy time in the Egyptian Museum، احنا قضينا وقت سعيد جدا في المتحف المصري. We went back home، احنا رجعنا البيت. In the evening، في المساء. I advise you to visit the Egyptian Museum، انا انصحك ان تزور المتحف المصري. I am sure you will enjoy your time there، أنا متأكد أنك أنت هتستمتع بوقتك هناك. بكده يا جماعة نكون خلصنا كل الباراجراف على خير. أروح لكم بقى كده مرة تانية على السريع، وممكن تاخدوا سكرين شوت ليه بحيث أنكم أنتوا تتدربوا عليه. Hello everybody, I am very happy to write this paragraph. It's about an important topic. Do you know that topic? It's about a visit to the Egyptian Museum. In fact, I went to the Egyptian Museum last week. I went with my friends. We went there by metro. We enjoyed seeing the wonderful statues. We mustn't touch any objects inside the museum. We are really proud of our ancient history. We also enjoyed meeting tourists. We spoke to the tourists in English. We took photos with the tourists. We spent a very happy time in the Egyptian Museum. We went back home in the evening. I advise you to visit the Egyptian Museum. I am sure you will enjoy your time there. بكده يا جماعة نكون خلصنا الباراجراف. أهم حاجة بس نراعي البانكتشويشن، نراعي الأول حرف في الجملة يكون بالكابيتال، نهاية الجملة حط فول ستوب. يا ريت يا جماعة برضو نراعي السبيلينج يكون كويس، ما نكتبش حروف غلط بقدر الإمكان. برضو يا ريت نكتب سطر على سطر ونسيب سطر عشان يبقى كلام واضح للمدرس اللي بيصحح. الحاجات دي كلها مهمة جدا وتحاسبوا عليها عند تصحيح هذا السؤال. بكده نكون خلصنا الباراجراف بتاعنا النهاردة. لو انتوا يا جماعة محتاجين الكثير والكثير من الباراجرافس المهمة هتلاقوها ان شاء الله في صندوق الوصف، انزل حالا واطلع على صندوق الوصف والفيديوهات اللي انا تاركها لك فيه. بكده اقول لكم thank you very much and goodbye.